الغرابة وسرقة البديهة أساس شغلنا. هتكلم عن مسلسل استديو 21، قناة تدبسنا فيها على قولتهم. صاحب القناة جدا نصاب، ضحك علينا جميعا، وقعنا عقود احتكار احنا ما ندري عليها وما نشوف البند المكتوب، موقعين على 15 سنين وحنا ما درينا. بعد ما وقعنا صار طبعا أنا دوري ماكيرا بالمسلسل، وزملائي المذيع والمصور والقهوجي، فكل واحد صاحب القناة يستغل الاستغلال، يعني الماكيرا تروح الكوفي، تسوي مقابلات، تدخل سكتشات، فكل واحد مستغله، يعني لئيم صراحة. فأنا ما أبغى أحرق على المشاهدين، أبغاهم هم يتفرجون على المسلسل. طبعا الكاركتر اللي أنا مسويتها الحين كاركتر الماكيرا، طبعا زوجي كان مخرج والحمد لله فك احتكاره، ونوجه له تحية الممثل خالد الفراج، كان دور المخرج ومهضوم حقنا في القناة، وتصير أحداث كثيرة ما بقول كل شيء. شخصية جديدة، بس أنه شخصية جديدة وحلوة، وفي نفس الوقت تحب الحياة، ودها تصير فاشينيستا، يدخلون عليها، يجون إعلانات، يجي سماسرة على القناة، كل واحد يضحك عليها يقول أنا بخليك فاشينيستا، أنا بخليك نجمة غلاف، أنا بخليك تسوي إعلان سكين كير، فهي مسكينة تصدق على نياتها. كثير الأحداث تقترب من الواقع، يعني واقعنا إحنا كخلف كواليس الماكيرا، من اللي بينجح العمل؟ إذا كان فريق متكامل، كواليس متكاملة، من ميكاب، من صوت، من إضاءة، من مصور، فهذا كله راح تشوف الحتوتة هذه في قناة 21. بالنسبة لشخصية الماكيرا، أنا تخيلت شكلي، رحت على طول قلت ماكيرا أبغى ستايل مريم فارس، الشعر والحركات والميكاب والروح الحية. فكلمتهم قلت لهم أنا أبغى ستايل مريم فارس، فجبت باروكتي على طول، رحت السوق شريت الباروكة هذه، طلع لكم طلة جديدة. فشفت الروح هذه فيها، من قريت للشخصية قلت لا أوكي، أبغى لها واحدة حيوية وواحدة تسوي ميكاب وكوميدية وتتكلم وتروح وتجي، فتخيلت الشخصية بهذا المنطق. يعني يعجز لساني عن التعبير، مخرج عظيم جدا، شاركتنا معاه في مسلسل أبو الملايين، كان من بطولة الله يرحمه القدير عبد الحسين عبد الرضا وأستاذ القدير ناصر القصبي، فكانت من أجمل المسلسلات اللي شاركت فيها، وإلى الحين لها بصمة في قلبي وبصمة بعد للجمهور. طبعا السنة هذه شاركت في 3 مسلسلات، مسلسل طلعت عليه طلة حلوة مع الأستاذ فيصل العيسى، وجه له تحية، ومسلسل آخر شاركت فيه كضيفة شرف مع القدير الفنان ناصر القصبي في مسلسل ممنوع التجول، ومسلسلنا هذا استديو 21 على MBC1. رمضان يجمعنا.